قناه مستر هشام التعليميه. اول مره اتكلمنا على الحروف من اول ايه لحد حرف الزد. النهارده هنبتدي نشرح الحروف ديت. هناخد كل مره خمس او ست حروف. فالنهارده نبتدي اول خمس حروف من اللغه الانجليزيه من اول ايه لحد اي. طبعا حرف الاي ينطق ا، فدي ايه كابيتال وايه سمول. ايه كابيتال وايه سمول. ايه لايك مثل كلمه ابل، قلنا ابل يبقى حرف الاي تنطق ا. لما اقول انت، انت يعني نمله. لما اقول ابوي، ابوي يعني ولد. فحرف الاي تنطق ا، ابل انت ابوي. نجيب مثال صغير، لما اقول اي لايك ابل، اي لايك ابل. انا احب التفاح، انا احب، اي لايك ابل انا احب التفاح. اما اقول لك اي لايك ابوي، انا احب الولد، يبقى الحرف الاي ينطق ا، ابوي، اجيرل، ابن، ابنانا، يعني لايك ا. فحرف مفرد. نيجي بعد كده حرف البي، بي كابيتال وبي سمول. بي البي تنطق بي، بنسميها بي خفيفه. فبي لايك بنانا، بنانا كلكم عارفينها معناها موزه، بنانا. قلنا من شويه بوي، فهنا بوي معناها ولد، بنسميها بي مفتوحه. لما اقول لك اي لايك بانانا، اي لايك بانانا، انا احب الموز، يبقى اول جمله قلنا اي لايك ابل، في ثاني جمله اي لايك بانانا. يبقى خدنا الاي تنطق ا والبي تنطق ب ب. نيجي على حرف السي. السي لي اكتر من قاعده. حرف السي اذا اجت دي وراءه حرف اي او اي او واي، في هذه الحاله ينطق سي. نجيب مثال على السي اي، نقول سنتر، سنتر يعني مركز. لما اقول لك سيتي، سيتي يعني مدينه كبيره. لما اقول لك سايبر يعني المكان العالي هو سايبر. يبقى حرف السي لو يقرا اي او اي او واي ينطق سي، زي سنتر مركز، سيتي مدينه كبيره، سايبر مكان الالعاب والترفيه. نيجي بعد كده حرف السي لو جه وراءه كي بينطق كي. لما اقول كلمه ضق، ضق يعني بطه، يبقى حرف السي نطق مضاعف ضك. يبقى حرف الكي هنا واضح، يبقى السي مع الكي اتنطق الضك. في كلمات شاذة ممكن حرف السي تنطق كي، زي كلمة سكول، سكول يعني مدرسة. فالسي اتش قلناها كاف، سكول. السي اتش آخر الكلام تنطق كاف. السي اتش مع بعض كده تنطق تشا، زي كلمة تشير، تشير يعني كرسي. لما أقول تشيز، تشيز يعني جبنة. تشيس يطارد. يبقى حرف السي لو جه وراه اي او اي او واي ينطق سي. إذا جاء السي مع الكي ينطق كي. السي اتش نطق الكاف. السي اتش اول الكلام اتنطق اتشا. وفي في اخر الكلام لو جم مع بعض بننطقهم كي. نيجي بعد كده على حرف الدي. الدي ينطق دال، دور، باب، دام، سد. اما اقول اي سي دام، انا شفت او رايت سد. اي سي دور، انا رايت، ارى الباب، اشوف الباب. يبقى حرف الدي ينطق دال. بعد كده حرف الاي.
الاي ينطق اي لايك ايج، كلكم عارفين كلمه ايج يعني بيضه، قلنا ايج يبقى حرف الاي الاي كابيتال وهي سمول، فقلنا ايج بيضه. لما اقول ايرلي ايرلي فاي الاي اي تنطق اي ايرلي. يبقى النهارده خدنا مع بعض الاي والبي والسي والدي والاي. اخر جمله في الايج نقول اي لايك ايج، انا احب البيض. لما اقول لك اي لايك جيت اب ايرلي، احب استيقظ مبكرا، كلمه ايرلي مبكرا، اي جيت اب ايرلي. يبقى النهارده خدنا خمس حروف الاي والبي والسي والدي والاي. في المحاضره الجايه ان شاء الله هناخد الخمس حروف التانيين. والى اللقاء.